أنا المرة دي مش عايزاك بشكل شخصي، عايزاك بصفتك المحامي بتاعي. أستر يا رب. خير يا دلال. أنا عايزة أفك الشراكة مع فيروز. نعم، وده ليه بقى إن شاء الله؟ عشان ببساطة فكرة المدرسة دي كانت فكرتي أنا، ولولا موضوع الترخيص كان زمانها مش شركتي. أيوة أنا فاهم كل الكلام ده، إيه اللي جد اللي خلاكي عايزة تفضي الشراكة؟ وأنت مالك يا حسام؟ يعني إيه أنا مالي يا دلال؟ يعني إيه أنا مالي؟ مش أنا المفروض المحامي بتاعك يعني، لازم أعرف السبب. طيب طيب، علشان دايماً رأيها غلط، وطول النهار بتحطنا في مشاكل كتير، أنا بقى شايفة إن المدرسة من غيرها هتنجح أكتر. تنجح؟ أنا أصلاً مستغرب إن في مشروع قعد معاكي المدة دي كلها من غير ما يفشل أو تزهقي منه، لكن البوادر أهي بانت ما شاء الله. لو سمحت يا حسام، أنا مش ناقصاك، أنا لا طلبت رأيك ولا طالبة منك أي نصيحة، أنا زهقت وتعبت من كلامك ده، كفاياني منه. تمام. لو سمحت بقى تبص لي على العقود دي وقول لي إحنا نقدر نعمل ده ولا لأ. عقود إيه يا دلال؟ عقود إيه؟ العقود دي أنا اللي كاتبها يعني، عارفها كويس جدا. وبعدين في بند واضح وضوح الشمس، أنا كنت مصر إن أنا أحط البند ده. البند ده بيقول إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود وظيفته يعتبر هذا الإخلال بمثابة تنازله عن حقه في الإدارة. طب هو مين الطرف الثاني ده؟ أصلاً؟ مين الطرف الثاني يا دلال؟ وأناش عرفني، ما أنا بسألك. يعني إيه مش عارفة يا دلال الطرف؟ الطرف الثاني فيروز يا دلال. طيب يا حسام، هو أنت ليه بتكلمني على إن أنا المحامي؟ أنت المحامي على فكرة. يا دلال الموضوع مش محتاج محامي، لو أي عيل من عندك هنا في المدرسة هيعرف مين الطرف الثاني. خلاص اتفضل كمل. أكمل إيه يا دلال؟ ما كده خلاص يا ماما. في بنود تانية بتقول إنها المسؤولة عن الإدارة الغير تعليمية، يعني الحسابات، الأكل، اليونيفورم، وهي ما شاء الله فشلت في كل ده. الأكل والعيال جالهم تسمم، اليونيفورم غيرتوه وتكلفته الدبل. طب وإحنا نقدر نثبت ده إزاي؟ نثبت ده إزاي؟ يا دلال مصر كلها اتكلمت عن التسمم واليونيفورم. انتوا عندكم شيكات وفواتير المفروض بتسلموها للضرايب، ولا انتوا ماشيينها هنا ازاي؟ لا طبعا عندنا فواتير اكيد. طيب كده خلاص، الفواتير دي بتثبت فشلها في الاداره، يعني هي كده بتكلف المدرسه فوق طاقتها. طب ما هي سهله اهي. طب احنا ما عملناش كده من الاول ليه؟ هو ايه اللي ما عملناش كده من الاول؟ دلال هو انت سالتيني وانا ما قلتلكيش؟ طب بقول لك ايه، الموضوع ده هياخد وقت طويل. يعني ممكن نرفع القضية وتاخد شهرين مثلا. طب ابتدي في الإجراءات. ماشي، ابتدي في الإجراءات. شوف آخرتها. أظن هتقولوا لي طبعا إن أنا اللي غلطانة وإن أنا اللي عصبية وإن أنا اللي بستفزها، صح؟ وإحنا اتكلمنا ولا قلنا حاجة؟ أيوة يا عمو، بس أنت برضو ما قلتلهاش هي حاجة، ولا أنتوا ما بتجوش غير عليا أنا بس؟ لا ممكن بس تديني فرصة أكلمك لو سمحتي؟ أديني سكت، اتفضل. أنا معاكي دلال إن زودتها شوية. لا كتير يا دكتور، كتير وأنا بسوي. أكمل دي. أكمل بعد إذنك. اتفضل. دلال متوترة عشان خاطر النصاب بتاعت البنك، وإحنا أكتر ناس نحس بيها، لأن إحنا عايشين نفس المشكلة معاها. ما حضرتك بتقول أهو، عايشين معاها في نفس المشكلة، يعني نتعصب على بعض إحنا بقى ونقعد نتزربن على بعض ونقل أدبنا على بعض يا عمو؟ أيوة فيروز، دلال مضغوط عليها فعلاً. هي مش متغيرة معاك أنت بس. الأيام دي هي متوترة وكمان بتتعصب من أقل حاجة، دي ده علينا إحنا كمان في البيت. يعني هي عندها مشاكل وأنا عندي رز بلبن. ما أنا كمان عندي مشاكل متوترة، أجي بقى من بيتنا أتعصب عليكم في الشغل؟ أتعصب عليكم يا عمو؟ لا لا لا، نتحمل بعض شوية. عارفة فيروز، الشراكة دي عاملة زي إيه؟ زي الجواز بالظبط. أي اتنين متجوزين بيختلفوا. طبيعي جدا الراجل يتعصب على الست. أو الست تتعصب على الراجل. ماشي. فأول خلاف يقابلوه في حياتهم ما يستحملوش بعض، يبقى انتهت الشراكة وانتهت الجواز. انت مثلا جوزك الله يرحمه، الله يرحمه، مش كان بيتعصب عليكي وكنت بتضطري تستحمليه؟ الله يرحمك يا عاصم، عمره ما اتجرأ يعمل معايا كده، علشان عارف شخصيتي كويس قوي وكبريائي. عشان كده الله يرحمه مات وهو صغير. انا لو بكلم تمثال كان زمانه اقتنع. انا غلطانة طبعا، مين هيشهد للعروسة؟ انا غلطانة. ماشي يا عم ماشي. والله ما هسكت لك يا دليل.
الحركه اللي عملتها دلال معاكي دي؟ حاكم ومعاكي انتي؟ حلوه قوي الحركه اللي انتي عملتيها في فيروز دي، عجبتني.